بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده ان شاء الله الكارت لاب سيمينار بتاعنا هنتكلم عن اللاست اي سي سي انترفينشن اند كورونري ارتري ديزيز ترايلز. احنا عندنا دي الرود ماب بتاعتنا ان شاء الله في الليكتشر. الترايلز كانت عندنا في اللاست اي سي سي كان عندنا في ترايلز في الفيلد اوف ذا انتي بليفليت اند انتي كواجلنت ثيرابي زي الادابتبل ترايل، ودي ترايل كانت تيستنج الاسيد لو دوز فيرسس هاي دوز از اكروت مينتنس ثيرابي ان بيشنتس وذ بوست بي سي اي. كان عندنا كمان التيلوس ام اي ترايل، دي كانت ترايل تيستنج تيكاجريلول فيرسس كلوبيدجريل افتر 1 مانث اوف بي سي اي ان بيشنتس وذ اسكيميك هارت ديزيز، دي برضه هنتكلم عنها ان شاء الله. عندنا الهوست اكزام ترايل، دي كانت ترايل تيستنج الاسبرين فيرسس كلوبيدجريل as a chronic maintenance therapy in patients with atherosclerotic cardiovascular disease. عندنا كمان الاتلانتس ترايل، ودي كانت ترايل تيستنج الابيكسابان فيرسس الفيتامين كي انتاجونست الورفرين فيرسس سنجل او دوال انتي بليتلت ثيرابي في العيانين بوست تافي. عندنا كمان في ترايل في الفيلد اوف ستراكشرال انترفينشن زي الترايسند ترايل، دي ترايل كانت testing safety and efficacy of transfemoral tricuspid valve replacement. عندنا كمان trial في الفيلد اوف coronary physiology assessment اللي هي الفلاور ام اي ترايل، ودي كانت ترايل تيستنج الاف اف ار جايدد فيرسس انجيوجرافي جايدد ريفاسكولاريزيشن في العيانين اللي هم presenting with STEMI. بعد كده عندنا ترايل كانت في الفيلد بتاع الانتي هايبرتنشن انترفينشنز اللي هي راديانس هايبرتنشن ترايو ترايل، دي كانت ترايل تيستنج رينال دينرفيشن ثيرابي في العيانين اللي عندهم ريزيستنت هايبرتنشن. اول حاجه عندنا الادابتبل ترايل، الادابتبل ترايل الباك جراوند بتاع الترايل دي ان احنا اتس نون ان الجايد لاينز ريكومندنج كرونيك مينتنس ثيرابي فور اسبرين الامريكان جايد لاينز ايذر دوز 81 ملي جرام اور 325 ملي جرام بير دي سيليتر از لايف لونج ثيرابي في عيانين الاسكيميك هارت ديزيز. فالستادي دي كانت تيستنج طيب ويتش دوز نستخدمها، هل الاسبرين لو دوز 81 ملي جرام وانس ديلي اور نستخدم الاسبرين 325 ملي جرام وانس ديلي. البارتيسيبنت في الترايل دول كان 1500 كان عندنا 15000 بيشنتس عندهم اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز ومعاهم وان من الانريتشمنت فاكتورز هنقولهم دلوقتي. وكانت البرايمري اند بوينتس عندنا في الترايلز دي الكومبوزيت اوف اول كوز مورتاليتي هوسبيتاليزيشن فور ام اي اور هوسبيتاليزيشن فور ستروك، والسيفتي اند بوينت كانت هوسبيتاليزيشن فور ميجور بليدنج. ده الترايل فلو. احنا كان عندنا توتالي انكلودد ان ذا ترايل اباوت 15000 بيشنت، كان ان افري ارم عندنا 7500 نيرلي ان افري ارم. البيز لاين كاركترستكس التو جروبس اللي كانوا عندنا سواء اللي اخذوا اسبرين 81 ملي جرام اور اسبرين 325 ملي جرام، التو جروبس كانوا ماتشين تو ايتش اذر. احنا عارفين في الكلينيكال ترايلز لو احنا عاملين تو ارمز وتستنج تو دراجز او تو دوزز اجينست ايتش اذر طبعا بنحب ان التو جروبس او التو ارمز يكونوا ماتشد لبعض في كل البيز لاين كاركترستكس علشان لما نلاقي فرق في الريزلتس بعد كده نكون الفرق دوت بسبب الانترفينشن اللي احنا عملناه ما يكونش فيه عندنا اذر كونفاوندنج فاكتورز. فالمين ايج كان سيميلر جروبس كان 67 ييرز، الويت كان سيميلر، الريس كان قبل ما الترايل تبدا البيز لاين كان عندنا 85% في ان بوث جروبس كانوا بيستخدموا اوريدي اسبرين 81 ملي جرام، وكان ان بوث جروبس عندنا حوالي 20% بياخدوا دول انتي بليتلت ثيرابي. حتى البروبورشنز من العيانين اللي عاملين بي سي اي او كابج او مايكاردال انفارشن ان بوث جروبس كانت ذا سيم بروبورشنز. الان بوث جروبس كان عندنا 85% تقريبا عندهم هايبرتنشن، الديسليبيديميا كانت سيميلر والدايبيتس والاترا فايبريليشن والبريفيس حتى جي اي تي هيمرج كان سيميلر والبريفيس انترا كرينيال هيمرج، كانت تو جروبس ماتشد تو اتش اذر في كل حاجه. الانكلوجن كرايتيريا العيانين كانوا داخلين في الترايل دول كانوا عيانين هاي ريسك، يعني كانوا عيانين عندهم براير مايكاردال انفارشن او عاملين براير ريفاسكولاريزيشن او كان في براير انجو فيها سيجنيفيكانت كورونري ارت ديزيز او عندهم كرونيك اسكيميك هارت ديزيز او كورونري ارت ديزيز بلس واحد من الحاجات دي.
ان يكون عنده ايج اكتر من 65 او كرياتين اكتر من 1.5 او عنده دايابيتس او نوت ري فيسل او عنده سيريبرو فاسكولار او بريفرال فاسكولار ديزيز. الاكسكلوجن كرايتيريا كانت العيانين اللي عندهم سيجنيفيكانت الرجي من الاسبرين او كان عندهم جي اي تي بليدنج في اخر سنه او عندهم اي بليدنج ديس اوردر كارنت بليدنج ديس اوردر او لو في فيميل بريجننت اور لاكتيتنج. الريزلتس بتاعتنا البرايمري او ريزلتس اللي هي الكومبوزيت اوف اول كوز مورتاليتي والهوسبيتاليزيشن فور ام اي هوسبيتاليزيشن فور ستروك ما كانش في سيجنيفيكانت ديفرنس ما بين التو دوزز اوف اسبرين ايدر 81 ملي جرام اور 325 ملي جرام ما كانش في سيجنيفيكانت ديفرنس. عندنا البرايمري سيفتي اند بوينت الهوسبيتاليزيشن فور ميجر بليدنج ريكوايرنج بلاد ترانسفيوجن برضه ما كانش في سيجنيفيكانت ديفرنس ما بين التو ارمز. عندنا لو احنا خدنا كل واحده من الاند بوينتس لوحدها ما كانش في اي سيجنيفيكانت ديفرنس في الميجر بليدنج لوحده ولا الاول كوز مورتاليتي ولا النون فيتال ام اي ولا الستروك ولا العينين اللي عملوا بي سي اي او عملوا كابج ما كانش في اي ديفرنس. وبرضه في كل السب جروب اناليسيس ما كانش في اي ديفرنس في السب جروبس سواء عينين الدايابيتس او السي كي دي او ما كانش في اي ديفرنس او الريس او الايج ما كانش في ديفرنس في اي سب جروب من العيانين. وبالتالي الكونكلوجن بتاعت الترايل دي ان هو ما كانش ذير ووز نو اوبزرفد ديفرنس ان ديث ام اي اور ستروك بتوين بيشنت اساينز تو 81 ملي جرام فيرسس 325 ملي جرامز. الديفرنس الوحيد اللي هو كان فيه more dose switching في العيانين اللي هما كانوا بياخدوا 325 كان في switching اكتر اللي هما بيسويتش لل 81 ملي جرام وده كان بسبب اسباب مختلفه منها التولرابيلتي والميديكال ريزونز والبريفرنس بتاع العيان والميديكال براكتس. وبالتالي المسج اللي ممكن حضرتك تقولها للبيشنت بتاعك لو انت عندك اف يو عيان ماشي على 81 ملي جرام حاليا خلاص ستي على ال 81 ملي جرام لان هو ليه سيميلر ريزلتس في البرايمري اند بوينت مع الهاي دوز. حاجه ثانيه لو احنا هنريزيوم الاسبرين كان ستوب ده وهنريزيوم احنا ممكن ندي لوور دوز بروبابلي بيتر في التولرابيلتي وما كانتش مختلفه عن الهاي دوز سواء في البليدنج او في الافيكاسي. لو عيان توليريتنج اوريدي 325 ملي جرام وماشي عليها ومفيش اي بروبلمز منها خلاص اتس اوكي ان هو يكمل عليها. دي سلايد وان سلايد كده سمري للترايل. زي ما قلنا كان عندنا 15000 بيشنت هاي ريسك اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار ديزيز راندمايزد هيد تو هيد ل 81 ملي جرام اسبرين فيرسس 325 ملي جرام. الافيكاسي والسيفتي اند بوينتس كلهم ما كانش في فرق ما بينهم كان نون سيجنيفيكانت ديفرنس. ودي التيك هوم مسج اللي احنا قلناها. السكند ترايل عندنا كان عندنا تيروس ام اي ترايل. التيروس ام اي ترايل الباك جراوند بتاعها ان احنا عندنا فروم ذيس ستادي اللي هي ببلش في نيو انجلاند جورنال اوف ميديسن ان احنا عندنا العيانين اللي بنعمل لهم اللي جالهم اكيد كورونري سندروم ايفنت في اول 30 دايز بوست الاكيد كورونري سندروم الثرومبوتيك ريسك اللي هو بلو لاين دوت ريسك اوف ثرومبوزس هاير ذان ريسك اوف بليدنج. بعد 30 دايز بيقل ريسك اوف ثرومبوزس سيجنيفيكانتلي وبيفضل عندنا ريسك اوف بليدنج ستيل هاي بيبقى الريسك اوف بليدنج اعلى من الريسك اوف ثرومبوزس. وبالتالي هم قالوا طب واي نوت ان احنا افتر 30 دي من المايكاردال انفارشن ليه نكمل على البوتنت بي 2 واي 12 انهبيتور طب ما ننزل للليس بوتنت زي الكلوبيديجرال كمينتنس ثيرابي احسن عشان الريسك اوف بريدنج. وده كان الفلو بتاع الاستاديا كانت مالتي سنتر راندمايزد اوبن ليبل ان العيانين اللي بيجي بقى مايكاردال انفارشن وتعملوا سكسسفول بي سي اي بعد 30 دايز بلس اور ماينس 7 دايز العيانين دول هو بياخد اسبرين وتيجرلور في اول 30 دايز بلس اور ماينس 7 دايز. بعد كده في جزء من العيانين بيكمل زي ما هو اللي هو الكنترول جروب على الاسبرين وتيجرلور بعد والعيانين الثانيين بنعمل لهم شيفت من التيجرلور للكلوبيدوجرال. وما كانش في الاستادي دي بنستخدم ولا بليتلت فانكشن ساعه ما كنا بنعمل شيفت ولا جينو تايب جايدد علشان نعرف هل في ريزيستنت للكلوبيدوجرال ما استخدمتش الترايل. والشيفت كان بيتعمل ازاي بعد ما ناخد فاينل دوز من التيكاجرلور كنا بندي على طول كلوبيديجرال 75 ملي جرام من غير ما نعمل لودنج دوز وكان ده بيبقى ابروكسيميتلي 12 اورز افتر ذا لاست دوز اوف تيكاجرلور. الاند بوينتس بتاعتنا كانت كومبوزيت من كل حاجه كاردو فاسكولار ديث مايكاردال انفاركشن ستروك البارك بليدنج تايب 2 3 اور 5
و ده الريزلتس دي كانت عندي 12 مانث بعد الاندكس بي سي اي، يعني بعد سنه كنا بنتست بقى الريزلتس بتاعتنا. المين سكندري اند بونز كانت ثرومبوتيك اند بونز لوحدها، الكارد فاسكولار ديث والام اي والستروك والبليدنج اند بونز لوحدهم، بعد كده كومبايند كده مع بعض. ده الفلو اوف ذا ستدي. الستدي كان عندنا توتال اباوت 2700 بيشنتس، كان عندنا اتش ارم راندمايزد فيه في النهايه حوالي 1350 بيشنتس راندمايزد ان اتش ارم. البيز لاين كاركترستيك زي ما قلنا التو جروبس كانوا ماتش توجذر في كل حاجه، الايدج في التو جروبس المين ايدج كان 60 ييرز، الفيميلز كانوا بيمثلوا حوالي 15% ان بوث جروبس، الهايبرتنشن كان حوالي 50% ان بوث جروبس، كانوا سيميلر لبعض في الدايبيتس، كانوا سيميلر لبعض في البريزنتيشن اللي اتعمل عليها البي سي اي ايفن الستيمي والنون ستيمي، كانوا سيميلر لبعض في الريديال ابروتش او الفيمورال ابروتش اللي استخدمناه في كل جروب، ما كانش في فرق، كانوا سيميلر لبعض في الليفت مين انترفينشن والال اي دي انترفينشن والنمبر اوف تريتد فيسل كان سيميلر ان تو جروبس، وحتى التوتال لينث اوف ستنت اللي استخدمناها هنا واللي استخدمناها هنا كان سيميلر ان ايتش جروب، والستنت دايمتر كمان كان سيميلر، وده كله التو جروبس يبقوا ماتشنج توجذر علشان بعد كده لو في فرق في الريزلتس هنقول اه والله الفرق كان بسبب ان احنا عملنا ريكريشن مثلا من التيكاجرول للكلوبيد بسبب الانترفينشن اللي احنا عملناه. الادهرنس كان في الدي اسكاليشن جروب اسو الادهرنس ات 5 مانث والادهرنس ات 10 مانث، الادهرنس ان بوث جروبس كان تقريبا سيميلر لبعض، ما كانش في فرق في الادهرنس، كان قريب جدا لبعضه. هما شافوا اول 2 ويكس بعد الراندمايزيشن عينين ان احنا كنا ماشيين على تيكا جريلول واديناهم كلوبيد جريل تابعوه كده كويس، فاول 2 ويكس ما كانش اي ما حصلش اي ديث ولا ستنت ثرومبوزس، كان في كيس واحده بس اتعمل لها نون تارجت ليجن ام اي حصلت لها، ما كانش بسبب الستنت ثرومبوزس خالص، وكان ده 5 دايز بعد السويتشنج، ما كانش في اي اسكيميك ايفنتس حصلت. بالنسبه بقى للريزلتس بتاعتنا الكومبوزيت بتاع الكاردو فاسكولار ديث والام اي والستروك والبارك بليدنج، كان عندنا الكلوبيد جريل ارم اللي هو الدي اسكاليشن ارم ده كانت الاند بوينتس اقل فيه، كان هو افضل من التيكا جريلول اللي كانت الاند بوينتس اكتر فيه، وده كان ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ريزلت. لو عايزين نعرف الريزلت دي بسبب ايه، لو اخذنا عندنا الكومبوزيت ثرومبوتيك اند بوينتس لوحدهم اللي هو الكاردي فاسكولار ديس والام اي والستروك، الانسيدنس بتاعتهم كانت اقل في العيانين اللي احنا ادينا لهم كلوبيد جريل في الدي اسكريشن جروب، بس ده كان نون ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ديفرنس، واللي كان ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ديفرنس اللي هو الكومبوزيت اوف بليدنج كان اقل في العينين اللي على كلوبيد جريل اكتر منهم في التيكا جريلول، وهو ده كان سبب الديفرنس في البرايمري اند بوينت، كانت ميجورلي دريفن بالسيجنيفيكانت ديفرنس في البليدنج اكتر منه، ما كانش في سيجنيفيكانت ديفرنس في الثرومبوتيك اند بوينتس. وبالتالي لو اخذنا كل واحده لوحدها لا البليدنج هو اللي كان فارق بين التو جروبس، كان اقل في الدي اسكاليشن جروب ان احنا اللي هم بعد 30 دايز اديناهم كلوبيد جريل، كان الكومبوزيت بارك تايب كل التايبس اوف بليدنج كانت اقل ستاتستيكالي سيجنيفيكانت، البارك 2 كان اقل، البارك 3 بليدنج كان اقل، هو ده اللي كان سبب الفرق في الريزلتس، لكن الكومبوزيت ثرومبوتيك وبليدنج ايفنتس مع بعض كان فيهم ستاتستيكال سيجنيفيكانت ديفرنس، وده كان بسبب الفرق في البليدنج كان اقل في الدي اسكريشن جروب. عن عندنا الاول فرق اللي ليبل ستادي، يعني هي ما كانتش بلايند ستادي، كان الانفستيجيتورز والعيان كان بيبقى عارف ايه التريتمنت اللي هو بياخده. الاستادي دي كانت كوندكتد اونلي ان ساوث كوريا، العيانين اللي هم الساوث ايست ايشيانز احنا عارفين اللي بيكون عندهم جينيتك فاريانت في السيتوكروم بي 2 سي 19، وده كان بيبقى سبب ساعات للريزيستنت اوف كلوبيد جريل، بس الحقيقه يعني لو كان الكلوبيد جريل جاب بوزيتيف ريزلتس في العيانين دول اللي هم عندهم هاي انسيدنس للجينيتك فاريابيلتي،
فمن باب اولى ان هو هيكون في بوزيتيف ريزلتس في ان اذر اثنيسيتيز. يعني الحاجه الثانيه الانسيدنس بتاع البرايمري اند بوينتس كان سلايتلي لوور ذان استيميتد. هما كانوا استيميتد ان البرايمري اند بوينتس ايفنتس تكون اكتر من كده شويه بس هي كانت قليله الى حد ما. وبالتالي الكونكلوجن بتاع الاستادي دي احنا عندنا في عينين المايكارديال انفاركشن هو هاد نو ميجر ادفيرس ايفنتس ديورينج ذا فيرست مانث افتر اندكس بي سي اي. احنا نقدر نعمل يونيفورم انجايدد دي اسكليشن اوف ذا دابت استراتيجي سويتشنج فروم تيكا جريلول تو كلوبيد جريل ووز سوبيريور تو ذا تيكا جريلول بيزد كونتينوينج دابت استراتيجي ان تيرمز اوف نت كلينيكال بينيفيت. وده كان زي ما قلنا دريفن بسيجنيفيكانت ديكريز ان بريدنج ريسك ما كانش فيه اند نو انكريز ان اسكيميك ريسك. This slide summary لل Talus AMI trial زي ما قلنا كان فيها around 2,700 patients underwent PCI with drug eluting stent, received 1 month aspirin plus ticagrelol without clinical events. بعد كده عندنا كان في arm كمل على aspirin plus ticagrelol والother arm aspirin plus propionate. عندنا فرق في primary endpoints cardiovascular death والMI والstroke والbleeding كان أقل في العينين اللي اخذوا كلوبيد جريل وده كان دريفن ميلي بالبريدنج ريسك كان اقل في العينين اللي اخذوا كلوبيد جريل اللي عملنا فيهم ديسكريشن ثيرابي. التريز اللي بعد كده عندنا الهوست اكزام ترايل. الهوست اكزام ترايل دي ترايل كانت تيستنج الاسبرين فيرسس كلوبيد جريل فور كرونيك مينتنس مونوثيرابي افتر بي سي اي. احنا عارفين الباك جراوند بتاعها من الجايد لاينز ان اتس ويل استابليشد ان احنا الاسبرين عايز اكرونيك مينتنس ثيرابي لايف لونج في العيانين اللي عندهم اسكيميك هارت ديزيز او العيانين اللي عندهم بي سي اي افتر انيشال 6 تو 12 مانث او البيريود الاولانيه بعد الدابت ثيرابي بنمشي لايف لونج على اسبرين وده ويل استابليشد. الترايل هايبوثيسيس دي قالوا طب لو why not ان احنا ندي كرونيك مينتنس ثيرابي بدل الاسبرين ندي كلوبيد جريل هل هيكون الكلوبيد جريل سوبيريور للاسبرين. فده كان الوركينج هايبوثيسيس بتاعت الاستادي دي. الاند بوينتس اللي هي البي او سي او بينتد كومبوزيت اوتكم عند 24 مانثس الترايل كانت 2 ييرز كومبوزيت لكل الثرومبوتيك والبليدنج ايفنتس الاول كوز مورتاليتي والنون فيتال ام اي والستروك وري ادمشن وتاكوت كورونري سندروم والميجر والميجر بليدنج كومبليكيشن. والسكند اند بوينتس كانت للثرومبوتيك اند بوينتس لوحدها واني بليدنج اند بوينت لوحده. ده الفلو بتاع الترايل. الترايل بعد كان عندنا حوالي 5500 بيشنت اليجيبل اللي هم عملوا بي سي اي وبعد كده مشوا على بيريود فروم 6 تو 18 مانث دابت. بعد كده عملنا راندمايزيشن للعيانين في عينين هيكملوا طول ال 2 ييرز على اسبرين كمينتنس ثيرابي مونوثيرابي والارم الثاني كان كلوبيد جريل كمينتنس ثيرابي. الانكلوجن كرايتيريا كان اي عيان الايدج بتاعه فوق ال 20 ييرز كانوا بياخدوه ويكون كمل مينتنس دابت ثيرابي على 12 بلس اور ماينس 6 مانث يكمل الدابت ثيرابي بتاعته وما يكونش فيه هيستوري في اي كلينيكال ايفنت حصل في الفتره اللي هو كان ماشي فيها على الدابت ثيرابي. وطبعا العيان يكون اجريد ان هو انكلودد ان ذا ستادي. الاكسكلوجن كرايتيريا اي حد عنده هايبر سنسيتيفيتي او كونتر انديكيشن ميديكيشنز اللي هناخدها لو في اكتف بليدنج او في فيميل بريجننت او لاكتيتنج او في كوجليبيتي ديس اوردر موجود او اللايف اكسبكتنسي بتاعت العيان كانت اقل من 1 يير. ده الترايل زي ما قلنا كان انكلودد فيها 5500 بيشنتس تقريبا كان افري ارم دخل فيه في النهايه 2600 بيشنت. البيز لاين كاركترستكس زي في اي ترايل التو جروبس كانوا ماتشد كل حاجه الايدج مين ايدج كان في الاثنين اراوند 63 ييرز البروبورشن اوف بيشنتس ويز دايابيتس او هايبرتنشن او ديسليبيديميا او كارنت سموكرز او رينال فيلير كانوا ايكوال لبعض في التو جروبس. حتى السايلنت اسكيميا والستيبل انجينا والانستيبل واستي انفيشن عين كانوا التو جروبس كانوا ماتشد لبعض في كل حاجه. الدابت ثيرابي قبل ما نبدا كانوا ماتشد لبعض والانجيوجرافي حتى الوان فيسل ديزيز كان البروبورشن بتاعه ايكوال ان بوث جروبس والتو فيسل ديزيز والثري فيسل والليفت مين انترفينشن والعينين عاملين سي تو او كان ايكوال لبعض ان بوث جروبس والتوتال لينث اوف امبلانتد ستنت في الاندكس بروسيجر
كان زي بعض والتوتال نمبر اوف امبلانتد ستنت كان زي بعض. الريزلتس بتاعتنا الحقيقه الريزلتس برضو هنا كانت سربرايزنج. عندنا البرايمري اوتكم اللي هو كان كومبوزيت من الاول كوز ديث والنون فيتال ام اي والستروك وري ادمشن وذ اكيوت كورونري سندروم والبليدنج كان سيجنيفيكانتلي اقل في الكروبيدوجريل ارم كومبيرد للاسبرين ارم. كان عندنا الديفرنس الابسوليت ديفرنس 2% والنمبر نيدد تو تريت كان اباوت 50. ولو اخذنا ال secondary outcomes الثرومبوتيك outcomes اللي هو الكاردياك ديث والنون فيتال ام اي والاسكيميك ستروك وري ادمشن ديو تو اكيوت كورونري سندروم والستنت تو ثرومبوزس كان اقل في عيانين اللي ماشيين على كلوبيدوجريل كومبيرد تو اسبرين. كان عندنا الابسوليت ديفرنس 1.7 وال اني بليدنج البليدنج كان برضه سيجنيفيكانتلي اقل في العيانين اللي كانوا على كلوبيدوجريل كومبيرد للعيانين على اسبرين. وكان الابسوليت ديفرنس هنا كان ماينس 0.9. ده لو اخذنا كل واحده من الاوتكمز بتاعتنا. هو الفرق كان دريفن بتاع الثرومبوتيك اوتكمز، ما كانش في فرق في الاوركوز مورتاليتي ولا الكاردييك مورتاليتي ولا النان كاردييك مورتاليتي. الفرق كان في الستروك. الستروك كان حصلت 0.7% في عينين على البروبيدجريل كومبيرد 1.6% في العينين على الاسبرين. كانت اقل في الناس اللي اخذوا بروبيدجريل دريفن ميلي بالهيموراجيك ستروك. وري ادمشن ديو تو اكيوت كورونري سندروم كان اقل في العيانين، كان 2.5 هنا كان 4.1 هنا في بياخدوا اسبرين كان اقل. البليدنج كان 1.2% في الكلوبيدوجريل جروب 2% في الاسبرين جروب. كان سيجنيفيكانت برضه ليس بليدنج في العيانين اللي كانوا على الكلوبيدوجريل. و اني ماينور جي اي كومبلينتس طبعا كانت اكتر في العيانين اللي على اسبرين. الجي اي كومبلينتس كانت اكتر، كان 11.9% وهنا كان 10.2% كان significantly different between two groups. عندنا الـ cause of mortality for 2 years الـ cardiac cause of mortality ما كانش فيها فرق، ولا non-cardiac cause of mortality ما كان فيها أي فرق بين two groups، ولا وما كانش فيه أي significant difference في كل الـ subgroups اللي عندنا سواء based على الـ age أو الـ diabetes أو الـ hypertension أو الـ CKD. ما كانش فيه أي difference في subgroup analysis between two groups. ده تكمله للسب جروب اناليسيس ديفرنس، ما كانش فيها اي فرق ما بين التو جروبس. الليميتيشن بتاع الاستدي اول حاجه دي كانت اوبن ليفل ديزاين، برضو ما كانش فيه بلايندنس فيها ولا الانفستيجيتورز ولا العيانين. الحاجه الثانيه هم ما اتعملش فيه نوتيبك ولا جينيتك تيستنج للبروبيدجريل ديسبايت ان كان فيه بروبورشن من العيانين ايست ايشين عندهم variation في السيتوكروم B2C19 جين، فهم ما عملوش الفينوتيبك ولا الجينيتك تيستنج. وبالعكس دي برضه هتكون يعني ادفانتج ايفن ان هي كان في بنفيت في العيانين دول، فبالتالي في اي اثنيستي ثانيه هيكون في بنفيت. هي الفولو اب ديوريشن كانت 2 years طبعا دي شورت ديوريشن ان احنا نقدر نحكم فيها ان الكلوبيدوجريل هيبقى افضل كمينتنس ثيرابي من الاسبرين. فهم عاملين الهوست اكزام اكستندد ستادي هيتابعوا العيانين دول اب تو 10 years وهيشوفوا الايفنتس هتمشي ازاي. Enrolled patients were event free under debit for around 1 year. دي يعني بعض من الميديشن لازم العيان يكون طول السنة وماشي على الدبت ما يكونش حصل له أي event، يكون event free علشان تقدر بعد السنة لو عايز تمشي على maintenance therapy بروبيدوجريل أو الأسبرين. وبالتالي conclusion بتاع الاستادي دي in patients who were event free under debt for 6 to 18 months after PCI drug eluting stent clopidogrel monotherapy compared to aspirin monotherapy can be significantly reduced the risk of composite all cause death non-fatal MI stroke readmission due to acute coronary syndrome and bark bleeding. والبنفيشال افكت ده كان بسبب الاثنين، الثروبوتيك كومبوزيت اند بوينتس كانت اقل في الكلوبيدوجريل جروب وان بليدنج اند بوينت كان برضو اقل في الكلوبيدوجريل جروب. واحنا محتاجين طبعا لونج تيرم فولو اب اوف ذيس كوهورت ويل جيف اس ذا كونكريت كونكلوجن اون ذا اوبتيمال سنجل ايجنت ديورينج كرونيك مينتنس بيريد افتر بي سي اي دراج لوتينج ستاند.
ده سمري سلايد للترايل كلها. زي ما قلنا بالظبط كان عندنا 5400 بيشنتس، وزي ما قلنا ارم اخذ كلوبيديجرين مينتنس ثيرابي، والارم الثاني كمل على اسبرين، والاوت كمز كومبوزيت اوت كمز كلها كانت اقل في العيانين اللي كانوا على كلوبيديجرين. الترايلز اللي عندنا بعد كده الاتلانتس ترايل. الاتلانتس ترايل دي كانت ترايل تيستنج الابيكسابان فيرسس وورفرين فيرسس انتي بليتليت ثيرابي في العينين بوست تاي. هي احنا قلنا ممكن البيشنت تيك ايذر سنجل انتي بليتليت دول انتي بليتليت، او ممكن ياخد فيتامين كي انتاجونست لو هو عندنا انديكيشن للانتي كواجيليشن. بس ما كانش في ايفيدنس قبل كده من الكلينيكال ترايلز هل ممكن يدي نوك للعيانين اللي هم بوست تافي كريبليسمنت للانتي بليتليت ثيرابي او كريبليسمنت للفيتامين كي انتاجونست لو كان العيان انديكيتد للانتي كواجيليشن. كان في الجاليليو ترايل، دي كانت تيستنج ريفاروكسبان 10 ملغ بوست تافي، بس الترايل دي كان فيها مور هارم ذان بينيفيت، ما كانتش بوزيتيف ترايل. البرايمري اوبجكتيف هل في سوبريوريتي اوف ابيكسابان 5 ملغ دوال ثيرابي كومبيرد تو ذا ستاندرد اوف كير، سواء كان الفي كي اي في العينين انديكيتد للانتي كواجيليشن او الانتي بليتليت ثيرابي بوست سكسسفول تافي. السكندري اوبجكتيف كان هل كان في انتر اكشن بتوين تريتمنت اند اوت كمز according to the presence or absence of any indication other than TAVI for anticoagulation. ده الفلو شارت بتاع الستادي اللي انكلودد البيشنتس كان 1000 اراوند 1500 بيشنتس. بنشوفهم اول حاجه لو كان العيان عنده انديكيشن للاورال انتيكواجولانت، زي مثلا كان عنده اترال فايبريليشن او عنده كان في ريسنت دي في تي او بالمونري امبريزم اي انديكيشن، فكان هيبقى راندمايزد اما ياخد فيتامين كي انتاجونست وارفرين او ياخد ابيكسابان 5 ملغ توايس ديلي. الاستريتم الثاني اللي عندنا لو ما كانش العيان اللي هو عمل سكسسفول تافي انديكيتد للانتي كواجيليشن فبيبقى راندمايزد ل سواء دوال انتي بليتليت ثيرابي او سنجل، وكان ده هيد تو هيد كومباريزون للابيكسابان 5 ملغ توايس دي. والبرايمري اند بوينتس عندنا كانت كومبوزيت من الديث والام اي والستروك والسيستميك امبلاي والانترا كاردياك والبايوبروثيتك ثرومبوزيس والابيسودز اوف دي في تي بالمونري امبريزم والليجر بليدنج اوفر 1 يير، كانوا بيتست ريزلتس بعد 1 يير. ده كان ازاي هما بيشخصوا واحده من الاوتكمز، كان الفالف ثرومبوزس كانوا بيشخصوها عندنا يا اما بالسي تي جايدد زي ما هنا في الصوره كده، وبتاخد الثرومبس بتبقى هايبودنس كده على الفالف وبتاخد جريد حسب السايز بتاعها، يا اما بالايكو عندنا احنا عندنا او في فيزيبل ثرومبوزس ترانسثراسيك ايكو بلس واحده من الاثنين الجريدينت على الفالف اكتر من 20 او حصل تشينج اكتر من 10 من البيز لاين او باين ريديوسد ريفليت موبيليتي في الترانسثراسيك ايكو. ده انكلوجن والاكسكلوجن كرايتيريا، كنا العينين ان هم 18 years of age or older وعمل سكسسفول تافي كان سكسسفول ريسبكتيف اوف ذا باير انتي ثرومبوتيك ثيرابي، وكان اجريد ان هو يبقى انكلودد في الاستادي. الاكسكلوجن كرايتيريا عشان طبعا بندي ابيكسابان، فهو اي حد عنده كرياتين كليرنس ليس ذان 15 كان اكسكلودد او على دياليسيس او العينين ميكانيكال فالف او عندهم سيفير ميترال ستنوزس ريكويرنج انترفينشن مش هينفع ياخدوا نوك، او التافي كانت ان سكسسفول والعين محتاج ري انترفينشن، او كان في انجوينج بليدنج او بريفيوس هيستوري اوف انتراكرينيان هيموريج او بلان سيرجري. دي كانت الاكسكلوجن كرايتيريا بتاعتنا. ده الفلو اوف ذا ترايل عندنا كان اراوند 1500 بيشنت انكلودد ان ذا ستدي. في النهايه كان عندنا في ارم هياخد الابيكسابان كان اراوند 750 والارم الثاني 750، ودول كانوا ما بين تو ستراتم زي ما قلنا. ستراتم 1 ده اللي هم اخذوا فيتامين بي انتاجونست عشان كانوا انديكيتد للانتي كواجيليشن، وستراتم 2 ده اللي هم اخذوا انتي بليتليت ثيرابي. بعد كده تيستد البرايمري اوت كم ات 1 يير. البيز لاين كاركترستكس التو جروبس طبعا كانوا سيميلر تو ايتش اذر، سواء الجروب اللي اخذ ابيكسابان او الجروب الثاني اللي اخذ ستاندرد اوف كير، سواء كان البي كي اي او الانتي بليتليت ثيرابي. المين ايج تو جروبس كان اراوند 81 ييرز، البروبورشن اوف ميلز كان 45%، كانوا سيميلر تو ايتش اذر في كل حاجه، في الاس تي اس سكور، في الجلوميرال فلتريشن ريت، في الكابج، في البريفرال ارتري ديزيز، حتى البروسيدرال كاركترستكس كانوا سيميلر لبعض. السيلف اكسباندنج فالف او البروسيدنج فالف نفس البروبورشن ان تو جروبس والفالف ان فالف، وهل كان في مايلد بارافالفرال ريجرج افتر ذا بروسيدر، كانوا سيميلر تو اتش اذر في كل حاجه.
الريزلتس عندنا البرايمري اند بوينتس التوتال ديث او ستروك ام اي سيستميك امبولاي انترا كارديك اول فالف ثرومبوزس ما كانش في فرق بين الابيكس مان اون والارم الثاني ستاندرد اوف كير اللي هو اخذ بي كي اي او انتي بليتليت ثيرابي. بعد ما تشال من البرايمري اند بوينت الفالف ثرومبوزس هنعرف بعد كده ليه في ريزلتس لقوا ان الابيكسابان بيقلل السب كلينيكال فالف ثرومبوزس، فبعد ما تشالف برضه الريزلتس مش فارقه ما بين الابيكسابان والستاندرد اوف كير. عندنا لو لما اخذنا كل بوينت لوحدها في السكندري اند بوينتس المورتاليتي ما فيش فرق في المورتاليتي، ما كانش في فرق في مايكاردن انفارشن ولا الستروك. الفرق اللي كان بين جروبس البايبريتيك ثرومبوزس السب كلينيكال فالف ثرومبوزس كانت اقل، كانت 1.1% في الابيكسابان جروب و 4.7% في الستاندرد اوف كير جروب. وبرضه الدي في تي والبالمونري امبوليزم كان اقل شويه في العينين على الابيكسابان فيرسس الستاندرد اوف كير، بس ده ما فرقش في التوتال ريزلتس. البرايمري سيفتي اند بوينتس ما كانش في فرق بينها، لافت ريترن بليدنج ما فرقش بين التو جروبس سواء كان ميجر او ماينور بليدنج او اي بليدنج، ما كانش في فرق ما بينهم. لو احنا اخذنا السكندري اوتكمز كلها ما كانش في فرق بينها، والسيفتي اوتكمز هو زي ما قلنا ان الفالف ده لما قارنا الابيكسابان بالفيتامين كي انتاجونست اللي هم الاستريتام 1 اللي كانوا انديكيتد للانتي كواجولنت ما كانش في فرق في اي حاجه، حتى الفالف ثرومبوزس ما فرقتش ما بين الابيكسابان وما بين الوارفرين ان استريتام 1. في استريتام 2 اللي هم كانوا على انتي بليتليت ثيرابي كان في فرق في الديث كان اكتر شويه في العيانين هم اخذوا ابيكسابان، وكان دريفن ميلي بالنون كارديوفاسكولار ديث، كان 2.6% في الابيكسابان جروب كومبيرد 0.9% في الانتي بليتليت ثيرابي، وده كان النون كارديوفاسكولار ديث. الفالفس ثرومبوزس كانت اقل في العيانين اللي كانوا على ابيكسابان كومبيرد للعيانين اللي كانوا على انتي بليتليت ثيرابي. الليميتيشن اوف ذيس ستادي هي كانت اوبن ليفل ترايل ما كانش فيها بلايندنس. الابلاي الترايل دي طبعا ابلايد اونلي تو بيشنتس اللي هم اندروينت سكسسفول تابي بروسيدر، نوت تو ذوز بيشنت سكيدولد ويتنج لسه ستيل تابي للتابي او كده، لا لازم يكون عيان اندروينت سكسسفول تابي. و اتلانتس ريزلتس كانوا درو ديفينيتيف كونكلوجن على الافيكاسي، زي ما قلنا لما ادينا الابيكسابان ما كانش في فرق في الريزلتس ما بينه وما بين الفيتامين كي انتاجونست ولا الانتي بليتليت. الفرق كان في ما بينه وبين الانتي بليتليت ان هو السب كلينيكال فالف ثرومبوزس دي كانت اقل، لكن ما فرقتش في المورتاليتي ولا الاوتكم. فبالتالي الكونكلوجن اوف ذيس ترايل ابيكسابان افتر تابي بروسيدر از نوت سوبيرير تو ستاندرد اوف كير انتي ثرومبوتيك تريتمنت ان ترمز اوف نت كلينيكال بنفيت جلوبالي اند ان ايتش ستريتم. The safety of bleeding of apixaban is similar to that current of standard of care globally and in each stratum. الحاجة الثالثة subclinical valve thrombosis is decreased with apixaban but not statistically demonstrated a reduction driven by the stratum of patients without an indication for anticoagulant. كان الفرق في subclinical thrombosis لما compared بعينين اللي هم كانوا على antiplatelet therapy، وده ما فرقش في الجنرال results في الجنرال outcome. كان في سيجنال اوف نون كاردوفاسكولار مورتاليتي اوبزرفد اونلي ان ابيكسابان فيرسس انتي بليتليت ثيرابي ان ذا ستريتم اوف بيشنت وداوت انديكيشن اوف انتي كواجوليشن، وده كان سيجنال موجود. دي سمري سلايد للترايل، دول كانوا عيانين 1500 بيشنت اندروينت سكسسفول تايب اوف بروسيدر، في العيانين اللي كانوا انديكيتد لاورال انتي كواجولنت اخذوا ايذر دي كي اي اور ابيكسابان، لو ما كانش في انديكيشن لاورال انتي كواجولنت مشوا على ايدر ابيكسابان اور انتي بليتليت ثيرابي. وزي ما قلنا البرايمري اند بوينتس ما كانش فيه سيجنيفيكانت ديفرنس في البرايمري اند بوينت، وبالتالي التيك هوم مسج اوف ذيس ترايل ان ابيكسابان واز نوت سوبيريور تو ستاندرد اوف كير سواء الفي كي اي او الانتي بليتليت ثيرابي ديسبايت ان هو كان في ريدكشن ان فالف ليفلت ثرومبوزس كومبيرد للانتي بليتليت ثيرابي. الترايل اللي بعد كده عندنا في الاستراكشرال انترفينشن هنقول سريعا كده، كان في ترايل ده نيو انوفيشن ترايل اسمها ترايسند ترايل. ترايسند ترايل دي كانت ترايل عن الترانس فيمورال ترايكاسبيد فالف ريبليسمنت ان بيشنتس وذ ترايكاسبيد ريجرش. دي كانت انترفينشن ترايل كانت سنجل ارم مالتي سنتر بروسبكتيف ترايل، هي كانت ارم واحد كان عندنا 56 بيشنتس عندهم سيفير ترايكاسبيد ريجرش، واتعمل لهم ترانس فيمورال نيو انوفيشن ترايكاسبيد فالف ريبليسمنت
بادوارد ايفوك سيستم. الاند بوينتس كانت عندي 30 يوم تيستنج بعد شهر من البروسيدر، الفريدم فروم ديفايس اور بروسيدر ريليتد ادفيرس ايفنتس، كانوا بيتست الافيكاسي بتاعتها والسيفتي، وتيستنج برضو انيها فانكشن كلاس 6 مينيت ووك تيست ريدكشن في التراكسبل عند 30 دايز بعد البروسيدر. كان في طبعا كان في هاي ديفايس والبروسيدرال سكسس، وصل في الديفايس سكسس ل 98% والبروسيدرال سكسس كان 94%، وكان في عند 30 دايز سيجنيفيكانت ريدكشن في التراكسبل ريجورج سيفيريتي، كان 98% من العيانين بقى عندهم مايلد او ليس ذان مايلد تراكسبل ريجورج، وكان في significant improvement عند 30 days في النيها كلاس 6 minute test for Kansas City questionnaire of quality of life. وبالتالي الconclusion بتاعها كان in patients with clinically significant tricuspid regurg the evoked transfemoral system for tricuspid valve replacement to provide technical feasibility and safety, provided significant tricuspid reduction and symptomatic improvement at 30 days. العينين كان انكلودد في الاستادي دي كان عينين عندهم فانكشنال او ديجنريتيف تراكسبد ريجيرج مودريت اور سيفير، كانوا سيمتوماتيك ديسبايد ميديكال تريتمنت، وكان الهارت تيم شايف ان هم ابروبريت للبروسيدر دي. الاكسكلوجن كرايتيريا لو الهارت تيم شايف ان الاناتومي انسيتبل، او كان العيان عامل بريفيس تراكسبد فالف ريبير او ريبليسمنت، او اي كوموربيد كونديشن الهارت تيم كان شايف ان هو مش هينفع معاه يعمل الترانسفيمورال تراكسبد فالف ريبليسمنت. ده تلخيص للريزلتس عند 30 دايز لو احنا قارنا البيز لاين بال 1 مانث بالنسبه للنيويورك هارت اسوشيشن فانكشنال كلاس. بيز لاين طبعا كان اغلب العيانين تقريبا الى ما يكون كلهم عندهم نيويورك هارت اسوشيشن ديسنيا كلاس 3 او 4. ات 1 مانث بقى عندنا موست اوف ذا بيشنت عندهم ديسنيا كلاس 1 او 2، وعدد اقل 20% او عندهم او 25 عندهم نيها كلاس 3 اور 4 ديسنيا. بالنسبه للتراكسبد ريجرج عند البيز لاين طبعا كان كل العينين عندهم التراكسبد ريجرج بلس 3 اور مور، وعند 1 مانث بعد البروسيدر كان موست اوف ذا بيشنت كلهم حصل في ريدكشن للتراكسبد ريجرج سيفيريتي، وكان قليل جدا ان كان في نون سكسسفول ريدكشن للتراكسبد ريجرج. The results عند 30 days في العينين دول كان في 94% procedural success زي ما احنا قلنا، وكان في 77.4% من العينين no major adverse events، 25% دول كان اكثرهم severe bleeding due to severe bleeding، وكان في 98% من العينين achieved tricuspid regurg severity mild or less. وده كانت هم عملوا ترايل ثانيه تراي سند تو ترايل بقى علشان هيقارنوا بقى عيانين اتعمل لهم تراكسبد فالف ريبليسمنت ترانسفيمورال بعيانين ماشيين على ميديكال تريتمنت. دي الترايل اللي هم بداوا فيها بعد كده. عندنا الترايل في الفيلد اوف كورونري فيسيولوجي اسسمنت الفلاور ام اي ترايل، دي كانت ترايل الفلاور ام اي، دي كانت ترايل تيستنج الاف اف ار جايدد بي سي اي فيرسس انجيو جايدد ريفاسكولاريزيشن لعيانين عندهم مالتي فيسل ديزيز بعد ما جالهم ستيمي. دي كانت بروسبكتيف ترايل مالتي سنتر راندمايزد اوبن ليبل، كان تو ارمز هيد تو هيد توجذر، كل ارم كان فيه اراوند 590 بيشنتس الاف اف ار جايدد والانجيو جايدد. البرايمري اوت كم كان الاول كوز مورتاليتي والنون فيتال ام اي والارجنت ريفاسكولاريزيشن. بالنسبه للريزلتس البرايمري اوت كم ده اوكيرد ان 5.5% في العيانين اف اف ار جايدد فيرسس 4.2% في العيانين الانجيو جايدد، ما كانش في سيجنيفيكانت ديفرنس لو احنا عملنا اف اف ار جايدد بي سي اي فيرسس انجيو جايدد بي سي اي في العيانين اللي جايين بيستمي وعندهم مالتي فيسل ديزيز. And there was no significant difference observed in the secondary outcome سواء كان النون فيتال ام اي او الارجنت ريفاسكولاريزيشن. وبالتالي التيك هوم مسج بتاعت الترايل دي كان استراتيجي اوف يوزنج اف اف ار تو جايد نون انفاركت ريليتد ارتري بي سي اي يلدد نو اديشنال كلينيكال بينيفيت كومبيرد تو ذا انجيو جايدد ابروتش ان ستيمي بيشنت وذ مالتي فيسل ديزيز بات فاوند تو بي موت. طبعا كانت اكسبنسيف لان استخدمنا الاف اف ار زياده في العيانين دول عن باقي العيانين. زي ما قلنا الانكلوجن كرايتيريا كانت العينين اللي هم بيشنتس وديستيمي وعندهم مالتي فيسل نون كالبريت كورونري ارت ديزيز.
كان طبعا اكسكلودد العيانين عندهم سنجل فيسل ديزيز او هيمودايناميكلي ان ستيبل او كان عاملين كابج قبل كده او عندهم سي تي او او اكستنسيف كورونري كالسيفيكيشنز. ده سامري برضو للريزلتس بتاعت الترايل. زي ما باين هنا العيانين اللي هم كانوا جايين بستمي مالتي فيسل ديزيز ونون كالبريت ليجنز، سواء عملنا اف اف ار جايدد ريفاسكولاريزيشن فيرسس انجيوغرافي جايدد ريفاسكولاريزيشن، وافتر ريفاسكولاريزيشن ده 97% منه كان بيتعمل ستيج ما كانش بيتعمل ات ذا اندكس بروسيدر. ان الريزلتس عندنا الديث والام اي والارجنت ريفاسكولاريزيشن ما كانش في فرق between both groups، والسكندري اوتكمز بتاعت كل واحد لوحده النون فيتال ام اي او الارجنت ريفاسكولاريزيشن ما كانش في فرق. وبالتالي conclusion ان عندنا among patients who underwent primary PCI for STEMI and had non-culprate multivessel coronary artery disease FFR guided revascularization was not superior to angiography guided revascularization. And FFR guided strategy failed to reduce death MI or urgent revascularization compared to an angiography guided strategy. عندنا اخر ترايل عندنا كانت في الفيلد اوف انتي هايبرتنسيف انترفينشن اللي هي راديانس هايبرتنشن ترايل. دي كانت ترايل تيستينج الرينال دينيرفيشن ثيرابي ترانس بيركيتينيوس رينال دينيرفيشن ثيرابي فيرسس شام بروسيدر في العيانين اللي هم عندهم ريزيستنت هايبرتنشن. الباك جراوند بتاعتها ان الاندوفاسكولار رينال دينيرفيشن ريديوس ذا بلاد بريشر ان مايلد تو مودريت هايبرتنشن بيشنت، بات اتس بلاد بريشر لونج افكت هاز نوت بين تيستد بريفيسلي ان بيشنتس او هاف ريزيستنت هايبرتنشن. ذا ستادي اوبجكتيف was to investigate whether endovascular ultrasound renal denervation reduces daytime ambulatory systolic blood pressure in patients with hypertension resistant to standard fixed dose triple medication pill. ده السيستم اللي كانوا بيستخدموه في الرينال دينيرفيشن. ده سيستم اللي هو بارادايس الترا ساوند رينال دينيرفيشن سيستم. دي كانت الكاثيتر اللي هي بتعمل ايميشن الالترا ساوند ويفز وكانت بتعمل التراسونيك هيتنج اراوند ده كاتيتر. كان بيوصل الدبث بتاع الهيتنج دوت 1 تو 6 مليمترز، وكان بيبقى فيه بالون كده بيبقى فيها ووتر كولينج سيركت علشان تعمل كولينج ما يحصلش اي انجري او دامج للارتيريال وول. وكانوا بيعملوا دينيرفيشن في الرايت رينال ارتري والليفت رينال ارتري، ولو في اكسس رينال ارتري برضه كانوا بيعملوا دينيرفيشن فيه بالسيستم ده. ده الفلو شارت بتاع الترايل. دي كانت بلايندد وكانت شام كنترولد، وكان كانوا عايزين يدمنستريت الافيكاسي بتاعتها عند 2 مانس. اول حاجه كانوا بيشوفوا الاوفيس بلاد بريشر سكرينج للعيانين، بعد كده لو هو ريزيستنت هايبرتنشن بيتحط على فيه بياخد برضه فيكس الدوز 3 دراج كومباينيشن لمده 4 ويكس. بعد كده بيتعمل له بيز لاين دي تايم امبلاتوري بلاد بريشر لازم يكون مور ذان اور ايكوال 135 اوفر 85. بعد كده العيان بيتعمل له سي تي او ام ار اي ورينال دوبلر، بعد كده رينال انجيوجرافي علشان يشوفوا الاناتومي بتاعه سيتبل ولا لا. بعد كده بيبقى عندنا تو ارمز، ارم بيتعمل له رينال دينيرفيشن والارم الثاني بيدخل اوضه القسطره وكل حاجه، بس كانت شام بروسيدر مش بيتعمل فيها اي شيء. البرايمري افيكاسي اند بوينت كان عند 2 مانس، هيشوفوا الدي تايم امبلاتوري سيستوليك بلاد بريشر اخباره ايه، وبعد كده كانوا هيعملوا 6 مانس فولو اب و 12 مانس فولو اب بالامبلاتوري والهوم والاوفيس بلاد بريشر. بعد كده المفروض ان هم عاملين بلاننج لي اكستندد فولو اب كمان. الكي كرايتيريا العيان يكون الاوفيس بلاد بريشر بتاعه مور ذان ايكوال 140 اوفر 90 ويكون على ثلاثه او اكثر انتي هايبرتنس ميديكيشنز. بعد كده بنعمل له الدي تايم امبلاتوري بلاد بريشر يكون اكثر من 135 اوفر 85 وهو على فيكس دوز من 3 دراجز او اكثر، يكون الايدج من 18 تو 75، ما يكونش عنده سكندري هايبرتنشن except for the obstructive sleep apnea، ما يكونش فيه اي cardiovascular او cerebrovascular events حصلت في اخر 3 شهور، وما يكونش عنده diabetes سواء type 1 او type 2، يكون الجي اف ار مور ذان اور ايكوال 40، ويكون الاناتومي بتاعه eligible ان هو يتعمل له renal denervation therapy. ده الفلو بتاع العيانين. هم اندت في النهايه كان عندهم عيانين كتير وفي excluded لاسباب كتيره جدا اغلبها قبل ما يعملوا رينال انجيوغرافي
بعد كده في النهايه هم اندد اب ان عندنا اراوند 6 كان عندنا 6 9 بيشنت اسايند ان هم عملوا رينال دينرفيشن، وكان عندنا 6 7 بيشنت كان عملوا الشيم بروسيدر. بعد كده البيز لاين كاركترستكس بوث جروبس كانوا سيميلر تو ايتش اذر في كل البيز لاين كاركترستكس بتاعتنا، يعني المين ايج كان 52 ييرز في التو جروبس، الريسك البروبورشنز اوف بلاك بيشنتس كانوا ذا سيم ان بوث جروبس، البي ام اي كان ذا سيم ان بوث جروبس، الجي اف ار البروبورشن اوف بيشنت هو ديفلوبد دايابيتس او كان عندهم سليب ابنيا او كان عندهم براير كاردوفاسكولار او كاردوفاسكولار ايفنتس او هيستوري اوف هارت فيلر كانوا سيميلر تو ايتش اذر في كل حاجه. البيزلاين بلاد بريشر في العيانين بوث جروبس برضو كان سيميلر لبعضه، الاوفيس هيستوريك بلاد بريشر كان اراوند 160 والدايستوريك كان اراوند 105 ان بوث جروبس. حتى النمبر اوف ميديكيشنز كان العيانين عملوا رينال دينرفيشن كانوا سيميلر تو ايتش اذر، يعني العيانين كانوا بياخدوا 3 دراجز كانوا اراوند 40% ان تو جروب ان تو جروبس، والعيانين كانوا بياخدوا 5 دراجز اور مور كان هنا كان 29 وهنا كان 22 يعني قريبين لحد ما من بعض. حتى الكلاسز اوف انتي هايبرسنسيف ميديكيشنز كانت سيميلر تقريبا لبعض، الراس بلوكرز كانوا سيميلر هنا في ان تو جروبس، والدايريتكس كان سيميلر ان تو جروبس، والكالسيوم شانل بلوكرز والبيتا بلوكرز اند اذر دراجز كانوا البوث جروبس ات بيز لاين سيميلر تو ايتش اذر. البيز لاين ميديكيشنز بعد ما 4 ويكس من التريبل ميديكيشنز كان حتى التايب اوف ميديكيشن يعني فالسارتان او اولميسارتان كانوا سيميلر لبعض ان بوث جروبس، والاملو دي بين دوزز حتى املو دي بين 5 ميلي جرام ولا 10 ميلي جرام، فكان ذا سيم ميديكيشن ان ذا تو جروبس، بحيث لو لقينا فرق بعد كده ان هو يكون الفرق ده بسبب الانترفنشن ايه اللي اتعمل. البيز لاين حتى بلاد بريشر بعد ما العينين مشوا لمدة شهر على التريبل ميديكيشنز بتاعتنا على الميديكيشنز كان البيز لاين قبل ما يدخلوا البروسيدر كان البيز لاين بلاد بريشر برضه سيميلر تو ايتش اذر، سواء كان دي تايم سيستوليك بلاد بريشر في الامبيلاتري كان هنا 150 وهنا برضه كان 150، ونايت تايم بلاد بريشر كان سيميلر، والهوم بلاد بريشر كانوا الاثنين سيميلر لبعض، فهم قبل ما يدخلوا القسطره سواء اللي هيعمل رينال دينرفيشن او مش هيعمل كانوا كبيز لاين ميديكيشنز وادهيرنس للميديكيشنز وبيز لاين بلاد بريشر كانوا سيميلر لبعض في كل حاجه. البروسيدرال ديتيلز طبعا التايم كان هيبقى اكتر لان ده عمل رينال دينرفيشن التاني ما عملش البروسيدر تايم كان اكتر. الكونتراست فوليوم في العينين عمل رينال دينرفيشن كان اكتر طبعا، والفلورو تايم كان اكتر، والنمبر بقى فور ايميشنز كان اراوند 6 وعملوا للليفت رينال الناس بقى اللي عملت رينال دينرفيشن سواء ليفت مين رينال ارتري او رايت مين رينال ارتري او الناس اللي كان عندهم اكسسوري رينال ارتريز ده كان النمبر اوف ايميشنز الالتراسونيك ويفز اللي كان موجود عندنا. الريزلتس بقى هما تيست ريزلت ات 2 مانثس كان البرايمري افيكاسي اند بوينت زي ما احنا قلنا هي الدي تايم امبلاتري بلاد بريشر، فكان في فرق ما بين العيانين الرينال دينرفيشن والشيم بروسيدر. الرينال دينرفيشن كان في ديفرنس كان حصل اقل البلاد بريشر كان اقل الدي تايم امبلاتري بلاد بريشر كان اقل ب 4.5 ملم مركري في العيانين عملوا رينال دينرفيشن كومبيرد للاذرز. ده كان اكوردنج للانتنشن تو تريت بوبوليشن اكوردنج للكومبليت امبلاتري بلاد بريشر بوبوليشن، لان كان في 6 عيانين اللي هم عملوا رينال دينرفيشن كانت لوست بعد كده الفولو اب بتاعهم والداتا بتاعهم، فلما اكسكلودد من الاستاتستيكال اناليسيس بتاعنا كان الفرق بين التو جروبس رينال دينرفيشن ادى الى 5.8 ملم مركري ريدكشن اكتر في العيانين اللي عملوا رينال دينرفيشن ريدكشن في الدي تايم امبلاتري بلاد بريشر. ده برضو بيوري الامبلاتري بلاد بريشر فايل ات بيز لاين اند تو مانث في العيانين اللي عملوا رينال دينرفيشن اللي هو الجرين عندنا هنا الناس اللي عملوا رينال دينرفيشن كان البلاد بريشر اقل فيهم ب 4.24 اور امبلاتري بلاد بريشر كان اقل 4.2 ملم مركري، والنايت تايم كان اقل تقريبا 4 ملم مركري سواء كان بالانتنشن تو تريت اناليسيس او الكومبليت امبلاتري بلاد بريشر مونيتورنج بوبريشن بعد ما اكسكلودد اللي هم الست عيانين اللي حصل فيهم لوست للفولو اب. التشينج حتى في الاوفيس والهوم بلاد بريشر ات 2 مانث كان اقل بالنسبه للاوفيس
بلاد بريشر كان السيستوليك بلاد بريشر كان اقل ب 7 مليمتر مركري في العيانين اللي عملوا رينال دينرفيشن، والهوم بلاد بريشر كان اقل ب 4 مليمتر مركري في العيانين اللي عملوا رينال دينرفيشن كومبيرد باي ذا اذر ارم. الميديكيشنز هل كان في اديشنال ميديكيشنز اضافت سواء كان في الارم ده او الارم ده؟ كان في ميديكيشنز اديشنال اضافت، كانت اكتر شويه عن 8 عيانين في الشيم بروسيدر كانت اضاف لهم ميديكيشنز اكتر، وهنا كان 3 عيانين بس ده ما كانش ستاتستيكالي سيجنيفيكانت. وهل طيب البروسيدر دي ادت الى ريدكشن في الميديكيشنز ات 2 مانث؟ هو 2 عيانين هنا في رينال دينرفيشن كان في ريدكشن في الميديكيشن فيهم، و2 عيانين في الاذر ارم، فما كانش في ستاتستيكالي سيجنيفيكانت ديفرنس ان حصل ريدكشن في الميديكيشن بعد البروسيدر، لان غالبا الريدكشن كان سمول ريدكشن في البلاد بريشر ما اداش ان هو يعني بقى كومبليتلي كنترول لدرجه ان احنا ممكن نستوب الميديكيشن او نعمل ريدكشن في الميديكيشن. ده كان الميديكيشن ادهيرنس، وكانوا بيعملوا له ميجرمنت ب ده تكنيك في الـ في الـ في الـ في اللاب، بيعملوا ميجرمنت للكونسنتريشن اوف ذا دراج في اليورين عشان يعرفوا الادهيرنس. فكان ما كانش في فرق في الادهيرنس سواء ات بيز لاين او عند 2 مانس ما بين الرينال دينرفيشن وبين الاذر ارم، كانت البوث جروبس كانوا ادهيرنت للميديكيشن. ده ما يعني الفرق كان الواضح كان بسبب الانترفينشن ما كانش بسبب الادهيرنس للميديكيشن. السب جروب اناليسيس ما كانش فيه ديفرنس في اي سب جروب اناليسيس بيزد على الايج او السكس او سواء كان في ابدومينال اوبيزيتي اور نو او البوبيليشن نفسه كان يو اس ولا يوروب، ما كانش فيه فرق هو في اي سب جروب اناليسيس. الجي فار ات 2 مانث ما كانش فيه فرق ما بين البيز لاين وال 2 مانث في التو جروبس سواء اللي عملوا رينال دينرفيشن او اللي عملوا شيم بروسيدرز. بالنسبه للميجر ادفيرس ايفنتس طبعا الشيم بروسيدر ما كانش فيها اي كومبليكيشنز. العيانين اللي عملوا رينال دينرفيشن كان في عيان حصل ديث، بس الديث ده ما كانش بسبب ده كان سادن ديث بيقولوا حصل ان ريليتد للديفايس او البروسيدر 21 دايز بوست بروسيدر. وكان في عيان واحد حصل فيه دبلنج للكرياتينين وده كان حصل 25 دايز بوست بروسيدر بسبب ان هو كان ستارتد سبيرونولاكتون، ما كانش بسبب حاجه ريليتد للبروسيدر. وكان في عيان حصل له فيمورال سودو انيوريزم ودي كانت تريتد بثرومبين انجكشن. ده بالنسبه للميجور ادفيرس كلينيكال ايفنتس. ما فيش اي نيو اونست رينال ستينوزس حصل مور ذان 70%. وبالتالي الليميتيشن بتاع الاستادي دي ان هي محتاجه اديشنال فولو اب والبي ريكوايرد تو ديترماين ويذر ذا بلاد بريشر لورنج افكت اوف الترا ساوند رينال دينرفيشن ريمينز سيف اند ديورابل اوفر تايم. هي كانت بس جاست 2 مانس، محتاجين طبعا أطول نشوف الإفكاسي بتاعتها تمتد لحد إمتى، especially when patients who remain uncontrolled receive additional anti-hypertensive medications including aldosterone and spironolactone. الحاجة التانية في limitations without robust pre-procedural predictors of responsiveness and the absence of an intra-procedural marker of denervation success between patient variability will continue to be observed. ان احنا ما قدرناش نطلع برضه من الترايلز دي هل كان في بريدكتورز للسكسس فيها نختار نسلكت العيان على اساس ايه. conclusion in patients with hypertension resistant to guideline recommended triple combination therapy in a single pill ultrasound based renal denervation was associated with reduction of 8 millimeter mercury in daytime ambulatory systolic blood pressure compared to 4.5 millimeter mercury decrease in the other arm. The greater blood pressure lowering effect of renal denervation versus sham was consistent for 24 hours nighttime and office systolic blood pressure. These results are concordant with the results of the trial radiance hypertension solo trial. Patient Dorkan عندهم mild to moderate hypertension confirming that ultrasound renal denervation can lower blood pressure across spectrum of hypertension. هو ده الترايل دي included resistant hypertension patients. طبعا محتاجين long term assessment for efficacy as well as safety of this trial.
دي سمري سلايد للترايل. This is my last slide. زي ما قلنا دي كانت ترايل انكلودنج 136 بيشنتس. الدي تايم بلاتري بلاد بريشر كان ان كنترولد, كان مور ذان اور ايكوال 135 اوفر 85 مليمتر ميركوري, ديسبايت ان هم اخذوا فيكس دوز تريبل ميديكيشن لمده 4 ويكس. بعد كده كان عندنا 69 بيشنتس اندر وينت رينال دينرفيشن, واذر 67 بيشنتس كانوا شام بروسيدر. والبرايمري اوتكم كان الدي تايم بلاتري سيستوليك بريشر كان اقل ب 8 مليمتر ميركوري في ان رينال دينرفيشن كومبيرد تو ذا اذر ارم. وكان في برضه ديفرنس ان 24 اور امبلاتري سيستوليك بلاد بريشر اند اند نايت تايم امبلاتري سيستوليك بلاد بريشر اند اوفيس سيستوليك بلاد بريشر اول اوف ذس وير سيجنيفيكانت ريديوسد وذ رينال دينرفيشن. التيك هوم مسج اوف ذس ستادي اف ذا ايرلي بوزيتيف ريزلتس ان تيرمز اوف افيكاسي اند سيفتي اوف رينال دينرفيشن maintain in the long term, it may be a promising alternative approach to treat resistant hypertension. طبعا هي كانت 2 months بس, فمحتاجين ان نعرف ال long term results بتاعتها. Thank you. لو في اي اسئلة. This is the end of our lecture. Thank you.